الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في علو شأنه وعظيم سلطانه، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحها بيانا فأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه المهديين من بعده ووزرائه العاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا من العلم سلك الله له طريقا في الجنة. وقيل إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقيل أيضا: العلم منور كالسراج، والعلم مقام الأنبياء كما قال عليه السلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وقيل أيضا: إن العلم صفة الله تعالى، والعمل صفة العباد، وصفات الله أفضل من صفات العباد. وقيل أيضا: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم عن الحسن سيدنا الحسن مرسلا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها ومات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مؤمن فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الأيام عند الله يوم الجمعة، يوم عظيم أعظم من يوم النحر والفطر، وفيه خمس خصال: فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه توفي، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة، أخرجه البخاري في التاريخ وأحمد في مسنده. أو بليفرز، أو مؤمن، Prophet صلى الله عليه وسلم encouraged us to learn and to study. To learn Islam and to study Sharia in order to know what we are doing, how we are behaving and how we are disciplined. Prophet صلى الله عليه وسلم, Allah mentioned in Holy Quran,
وإنك لعلى خلق عظيم. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he is the one of the best characters that Allah has given to humanity. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the way of knowledge, to the way of truth, to the way of this way of the Naqshbandi way, that our shuyukh, may Allah give them long life in order to continue that way and to bring Mahdi alayhi salam as soon as possible. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فيا فوزا للمستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ناهي أمته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Get the mic.